فبيوصل البطل للشلال، وهنا البطلة بتستيقظ بس رجلها مضروب، فبتدخل لأحد البيوت وبتشوف صورة البطل وبيعرف مكانها. وطبعا هذا الكوخ هو رح تعرفون لشخصية رح تظهر في المسلسل قريبا. هاي الشخصية حرفيا رح تصدموا لما تعرفوا انه عندها علاقة مع البطل. بنظركم مين هاي الشخصية رح تكون؟ اكتبوا لي في التعليقات. وبيحكي لها عمرك تفكري تهربي من الجزيرة انها كلها ملكي، وبيسحبها للغابة وبتحكي له ما بقدر امشي رجلي مجروحة، واخيرا بفكر انه يحملها، فبيحكي لها اتذكري انت جرحتي نفسك ما احد اداكي، واتركي الجرح يتعفن مشان ما تقدري تمشي، فبيحكي لها ما رح اتركي حتى تموتي، وبيتقرب منها وبتعضه. بعرفكم على المرة هاي، حتى هي بتجي لجزيرة كتير، فبتدخل على البطلة وبتحكي لها بعرفك عحالي أنا زوجة هارين، وبتربطها وبيجيب لها الأدوية وبيفكها وبتبدأ تطبخ لإلها. معلومة جديدة، طلع البطل اسمه هارين نفس اسم أخوه، وطلع متجوز من هالمرأة وطبعا ما بيحبها، فبتشوفه زوجته وبيحكي لها ايش صار ليش ملابسك ممزقة، فبتحكي له قردك مزق لي ملابسي، وبيسأل القرد وبيعرف انها بتكذب عليه، فبتحكي له رح اروح لأشتغل مشان اكل لانه لو ما اشتغلت ما رح تاكل، فبيحكي لها شو رح تروحي بهالملابس، وبتسمعه زوجة البطل وبتروح للحديقة وبتدعس على كل الخضروات اللي سواتهم البطلة. بطل راح للمدينة لأنه قلت لكم إن هو عنده شركته هنيك. البطلة بتخيط أواعيها وبتكون بتحكي للخادم أعطيني مشان أخيط لك بلوزتك، وبتجي زوجة البطل وبتصفع البطل بتحكي لها شو شكلك حابة تضلي هون كتير وسويتي حديقة كمان ما شاء الله شوية تسوين قصر، وبتحكي لها البطلة عمري ما سمعته بيحكي عنك وإنه متزوج، هل أنتي فعلا زوجته؟ وبتصفعها للمسكينة وبتسحبها للبطلة. بيحاول الخادم يوقفها بس بتحكي له ما دخلك ابتعد، وبتاخدها لجبل منحدر، فبتحكي لها وكمان هو خلص على شخص في هذا المكان الماضي، لقى انه زوجته بتخونه مع رجال فقرر انه ينهي له حياته، لهيك هاريت مع العلم انه هو بتزوج بس ما بيحب زوجته. بيرجع البطل من المدينة وبيلاقي انه الحديقة كلها مدمرة، فبيروح عند البطلة وبيحكي لها انتي يلي دمرتي الحديقة، فبتحكي له انه انا ما دمرتها وليش رح ادمرها، انت بتعرف انه لو ما اشتغلت ما رح اكل فكيف رح ادمرها، بس ما بيصدقها وبيحاول يعتدي عليها، وبيحكي لها اوكي خيطي لي كل سراولي ممزقة، وبتشوفه زوجته. هنا البطلة بتعرف انه هارين اللي هو اخو البطل مات، فبيجي البطل لعندها وبتبدأ ترمي عليه البيض، فبتحكي له ليش ما خبرتني انه هارين مات، فبيضرب مساعده وبيحكي له انت اللي خبرتها، وبياخدها للبيت اخوه وبيعطيها تقرأ الرسالة وبيحكي لها انتي السبب في موت اخي، فبتحكي له هل ستقتلني، وبيحاول يخنقها وبيربطها في البحر، ولما بيرجعوا للبيت بيخبرها تغسل له ملابسه وبيرمي الملابس عليها وبيحكي لها عادي اغسليهم مرة تانية، وبيطلب منها تروح لتجيب المي، وبيحذر مساعده انه ما يساعدها، فبتسقط على الارض وبيبدا يساعدها الخادم، وبيعرف انه الخادم ساعدها وبيحكي لها هيك اغريتي هارين، وبتصفعه وبيبدا يألمها في ايدها كتير، فبيخبرها بتظني انه انا غبي ما بعرف انه ساعدك، انا شفتك انا ماني زي هارين لتستغليه انا ذكي عليه، فبيدفعها للارض فبتحاول تهرب من البيت، فبيمسكها وبيرميها على السرير وبتبدأ تصرخ وبيحكي لها ما أحد رح يسمعك، والخادم ربط زوجته فبيحاول يقترب منها وبتضربه، وزوجته فكت حالها وبيقترب منها أكتر أكتر بس بيغمى عليها، بيحكي لها هذه خدعة قديمة، فبتجي زوجته للبيت أخوه وبيشوف البطلة في السرير وبتسكب عليها المي وبتحكي لها انت شو بتعملي في سرير زوجي، في الليل بتنهض زوجة البطل وبتحاول تساعد البطلة تنام لتهرب، وبالفعل المرأة بتوديها للقارب مشان تهرب لأنها أصلا بدها زوجها يضل معها، فبتوديها للقارب بيجي من المدينة وما بيلاقيها موجودة في الكوخ، وبيبدأ يدور عليها بتشوفه فبتختبئ منه وبتهرب، وبيشوف
بتشوفها فبتسقط على الأرض، وبتشوف أفعى وبيرميها في البحر وبيحكي لها رح أعذبك، بيحكي لها رح أربطك مع الأفعى وبيرجعها للكوخ مرة تانية. في الصبح بيربطها وبيحكي لها أنا مليت من ملاحقتك، أنا تعبت، ابقي هنا. اليوم اللي بعده بتبدأ تشتغل وبتهرب مرة ثانية، وبيبدأ يدور عليها وبتصطاد في الشبكة وبتبدأ تمطر، وبيخرجها من الشبكة وبيسحبها لمكان. فبتحكي له ليش جبتني لهون؟ فبيحكي لها مشان نختبئ من المطر لأنه الكوخ كتير بعيد وبتغطي حالها. وبيحكي لها للأسف رح تدبلي مع الطبيعة وعنادك هذا التافه، بس اعترفي انه انت اللي قتلتي اخي. وبيتقرب منها وبتطلب النجدة من زوجته، فهو بيفكر انه جوزته سافته، وبتضربه وبيسقط على الارض وبتهرب، والافعى بتقترب منه فبتشوف الخادم فبترجع للمكان اللي كانت فيه في الاول، وبتشوف التعبان وبتبدأ تفكر الأفعال اللي سوى لها إياها في الماضي إنه كان بيعذبها كتير. طبعا لأنها غبية قررت إنها تساعده، فبتسحبه وبتصحيه وبيحكي لها أنت ضربتيني وبتحاولي تقتليني. بيطلعها من الكوخ فبتغير ملابسها وبينام معها في نفس الغرفة. في الصبح بيصحو وبتجهز الإفطار، فبتدخل للغرفة وبتلاقيه إنه مريض، وبتخبره إنه الأكل جاهز، فبتقيس درجة حرارته وبتلاقيه إنه مرتفع كتير، فبيتعافى وبيأخذها للبيت وبيقترب منها وبيحكي لها رح تضلي جارتي طول الوقت، وبتطعنه وبتشوفه زوجته وبتبدأ تضربها. وبيأخذها البطل وبيحكي لها روحي جيبي الإسعافات الأولية، وبتضم لها الجرح. تخيلوا إنه الطعنة صغيرة، وشوفوا هي شو سوت، رجعته كيكة بتلف فيه. وهنا بتشوف مفاتيح القارب وبتهرب أحد خادمات حامل وقربت أنها تولد، فبيحكي لها استني لوين رايحة، نحن بنحتاج كتير للقارب الحين. فبيركبوها وبيروحوا للمستشفى، والبطلة بتهرب وبيلاقيها فبيحكي لها هل اشتريت التذكرة؟ وبيعيدها للقارب وبيسحبها وبيجيبها لقبر أخوه وبيحكي لها اعترفي انك قتلتي هارين، ربما هارين يسامحك. وبتحكي له انا ما سويت شيء، ليش رح اعتذر؟ فبيحكي لها رح تعتذري يعني رح تعتذري. وبيقرأ لها الرسالة يلي تركها هارين، تعرفي اني بامكاني ان امنحك روحي، وبيرمي الرسالة عليها. طب هاي الصورة هي مانا انتي؟ هاي اكتر دليل بيثبت انه انتو سي. فبتبدأ تخبره انه انا قريبة سوسي، انا اسمي سوريا، خطفت البنت الغلط. وبيدفعها على السرير وبيبدأ يقترب منها، فبيجي للغرفة وبيلاقي الباب مسكر، فبيحكي لها افتحي الباب، open the door. فبتحكي له ايش بدك كمان؟ كل هالاشياء اللي سويتها ما كفتك؟ اذا بدك حياتي؟ بدك اموت؟ طيب انا ساموت هنا لكي ترتاح. وبيروح ليشم الهواء، فبيرجع وبيحكي لها افتحي الباب. طبعا بيكون عنده مفتاح احتياطي، فبيدخل وبيلاقيها نايمة ومريضة بالحمى، فبيبدأ يدور عباي اللي هو خادم بس ما فبيتفاجأ صدمة عمري انه زوجته بتخونه مع الخادم. فبتحكي له لا ما سويت شيء، هو يلي حاول انه يستغلني. طبعا البطل بيعرف الخادم منيح وكمان بيعرف زوجته منيح، فبيحكي لها انت الاولى يلي استغليتي لانه هو اصم. وبتقفز زوجته في البحر، فبيرجع للبيت وبيعتني بيها، فبيروح للمدينة. طبعا زوجته ماتت اوكي، وبيروح للمدينة وبيجيب سوسي وشركاء العمل. المساء بيروح وبتعطيه بطاقة عملها، وهنا الصدمة، بيشوف اسمها سوسي وبيعرف انه هي البنت يلي بيدور عليها، فبيلاحقها بقاربه وللأسف ما بيلاقيها، فبيرجع للكوخ مرة تانية وبيلاقي سوسي مانا موجودة، فبيلاقيها في قبر أخوه وبتبدأ تتأسف. فبيحكي لها البطل سوريا لا داعي تعتذري، فبتحكي له كيف ناديتني سوريا؟ وهنا بيعرف انه خطف البنت الغلط، فبيروح للكوخ وبيحكي لها لوين رايحة؟ فبتحكي له لا تخاف ما رح ابتعد عن الجزيرة. وبيحكي لها لقد خطفتك لانني ظننت انك قتلتي اخي. فبتروح للبحر، وفي الليل بترجع للكوخ وبيكون بيستناها، فبيحكي لها بعرف انه يلي سويته غلط، لكن صدقني منذ ولادتي لم اندم على شيء اكتر من هذا. وبتدخل للغرفة وبتسكر الباب سوريا، وبيبدأ يتأسف منها وبتبكي. في الصبح بيجهز لها ملابسها
وبيطبخ لها. مرحبا جايز، معكم إيمي كوكي من المستقبل. هسه كنت بسوي إيديت للفيديو ولقيت إنه ما كملت. طبعا حبايبي هنا المسلسل بينتهي بالنسبة لأحداثه الجميلة اللي بيخطفها ويعذبها والأشياء هذه، وبيبتدوا إنه يبينونها الأحداث الرومانسية.